مثل ما خبرناك المواد المشعة اللي تعطى المريض تحضر في المختبر الحار. هذا هو المختبر الحار. المختبر الحار في خلية حارة اللي هي معزولة بزجاج خاص. هذا الزجاج مقوى بالرصاص، يمكننا من أن نشتغل بدون ما نتعرض من المواد المشعة. تحضر المادة وفق كل فحص، مش كل فحص عندنا مادة واحدة، لا، مثل المطاعم الفرنسية لكل زبون إلى ذوقه الخاص. وهذه نفس الشيء احنا بنحضر هذه المواد إذا كانت في المعقول من حيث شدة الإشعاع نأخذها ونعطيها مباشرة للمريض. أما إذا كانت الجرعات العالية فعندنا جهاز أوتوماتيك هو بيعطي الإنجكشن، روبوت بنروح على المريض نحط المادة هو يحسبها وهو بيعطيها للمريض. بس معظم الأوقات إحنا الجرعات قليلة فما بنحتاجها إلا في حالات معينة. المواد تحضر بخلط مواد صيدلانية من نأخذها من الثلاجة، نضعها في درجة حرارة الغرفة، ثم مثل عملية الطبخ نضيف المواد المشعة إلى المادة الفعالة وتصبح الخلطة. هاي الخلطة قد تكون ناجحة أو فاشلة، فعندنا اختبار كواليتي اللي هي الجودة. فمرات نضطر نعطيها المريض لكن بعدين نعمل الجودة لأنه زمنها لازم يكون قصير. بس احنا لما نعمل الجودة نكون واثقين أن المادة اللي اعطيناها للمريض هي مادة صحيحة فعالة جيدة النوعية. فدائما المختبر الحار هو نقطة البداية لأي فحوصات نووية.